مع تشارلي تشابلن عبقري السينما الصامتة وعملاق الكوميديا والإبداع اللامحدود. تشارلي تشابلن الصامت الباكي الذي أضحك الكبار والصغار في العالم. بالجملة إنه أسطورة لن يتكرر، رائع بالإمكانيات البسيطة التي كانت متوفرة ذلك الوقت زمن الأبيض والأسود. ولو أن أفلامه صامتة فإنه يوصل الفكرة ويضحك المتفرج، فهو يطبق مقولة الصمت أبلغ من الكلام. جاء في زمن الحرب العالمية ليروح عن نفوس الناس من هول الحروب، فهو في هذا الفيلم لا يلاكم شخصا بعينه بل يلاكم الرأسمالية، فكل أفلامه هادفة ولا تمل. فسلاما أيها الفنان المحبوب، فقد أضحكتنا حيا وميتا. ففي الأخير متابعي الكرام، أترككم مع تشارلي تشابلن في مقاطع مضحكة في الملاكمة. فضلاً لا تنسوا الاشتراك والإعجاب والضغط على زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. دمتم في أمان الله.